طبعاً واكو ضغط لحد يوم أمس، يوم أمس تحديداً أقول لك، يوم أمس ليلاً في توقيت واشنطن اكو ضغط على بايدن لعدم استقباله. ولذلك أقول لك شوف، لحد الآن البيت الأبيض، نعم لحد الآن البيت الأبيض ما صدر أي شيء عن أنه راح الرئيس يستقبله. من اللي يضغط؟ نعم الجهات قوية جداً حقيقة تضغط، تعرف كيف؟ لأنه لما وزراء اثنين ثلاثة من وزراء حكومة السوداني يطلعون يعني مؤيدين الضربة، وهم مع يقول له جايب شنو، جايب رئيس حكومة ضد إسرائيل وضد كذا، تعرف هنا موقف إسرائيل بالنسبة لها. أمريكا تتابع حتى تغريدات على إكس مثلاً، نعم 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 مواقف، أنا وياك كلامنا كل شيء تراقب أمريكا، إذا أمريكا ما تراقب فأكو جهات توصل لأمريكا عيني. هاي شنو؟ صحافة، نعم نعم، هذا وزير في حكومة، هذا مو مثلاً شخص عادي بلوجر. ينعكس على 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 السوداني نفسه، على زيارته. نعم 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 نعم، ينعكس على ضعفه. عجيب. واللي هذا قيم هنا، نعم، انه قلت مو رئيس وزراء ضعيف. امريكا مثل الشخص، يعني خليني اقول لك اياها بصراحه، ما يهمها يجي شخص قوي من العراق وكذا، هذا قد يكون مبدع، يلا صح خلينا نتفق، لكن يهمها اكو شخص قوي نفس السياسات.